حاجه مشرفه ياسر نقولوا عندنا في تونس مدينه ثقافه كيما هذه، احنا استنيناها عندنا برشا، ويعني نتمنى للناس تستنس بها ويكون فيها عروض الفنون الكل بشكل دائم وبشكل مستمر، ويكون فيها انشطه ثقافيه مهمه، خاطر ان ليو بون سي بو دو فير ان ليو، ما لازم يكون فيه حياه، لازم يكون فيه نشاط دائم ويخرجوا منه مبدعين ويتمتعوا به ويستفيدوا منه المبدعين التوانسه. جو ريميرسي بيان سور القائمين على المهرجان الكل اللي خموا باش يكرموني انا، وشرف ليا بيان سور اني نتكرم في اول دوره المهرجان الابداع المهجري. انا ما نحسش اللي انا هجرت، على خاطر انا ديما جي غاردي لو ليان مع تونس دون فاسون او دون اوتر، معناها ديما نحاول باش نكون نتابع شويه، نكون موجوده شويه، ولكن بالطبيعه المبدع او الفنان معناها كي يفرض روحه لبرا ويفرض اسمه لبرا ماهيش حاجه سهله، ولفته معناها طيبه جدا انهم يخموا في المبدعين مش فقط اللي عايشين في تونس، زاده اللي عايشين برا ويحملوا اسم تونس ويشرفوا اسم تونس، ونتمنى يعني نكون منهم.